اكثر كده. عجب كيجي بحال هكا زوين. هما هادو نهار درتهم مرض كيفنا جاغ زوينه كنقولها لوت فان جنوم كتقول لي ضروري 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 هذا كنحلق على واعر البيبي جبتو معايا هاد العوينه كيما عطيتها الثمن ديالو راه البنطلون ديالو كتجي فيه هاد فوالا بانوا لي هاد الفوطه تعجبوني شوفو كيفهم هاد الموتيف درتها هي تجيني كورونا شتي شوفو المهم ها هما هادو باقا ما لبستهمش نداركم انا كتشفي راه ما كنعش بيه دابا وقفها بالدوا الشروال ديالها كيفاش داير تقريبا نقولو 100 درهم عجباتني هاد الشابون شكرا جبتها ليا من فرنسا اهلا وسهلا الناس زوينين كي دايرين كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير مرحبا بكم في الفلوج ديال اليوم كنبغي نشكركم ديما على لي ميساج ديالكم على لي كومونتير زوينين اللي لاختيكم عليا كيف ما كتعرفوا كنت مسافره هاد البيريود كنت مسافره لتركيا وملي مشيت وانا مريضه دازت عليا واحد الصفيره خايبه بزاف في الاول مي في الاخر بديت الحمد لله كنرجع الصحه ديالي كان جاتني كورونا صافي بقيت غير في لوطيل ما كنخرج من حتى شي حاجه ابري ما الصحه ديالي ولات على قد الحال يعني كنخرج كندغي كنعيا كنبغي امتى نرجع للوطيل الحمد لله الله يجعلها مغفره الذنوب دونك فوالا كيف ما قلت لكم الفيديو اللي قبل قلت لكم ان شاء الله في هذا الفيديو كملوا معايا غادي نبارطاجي معكم المشتريات ديالي ولكن كيف ما كتعرفوا انايا فاش كنمشي لتركيا كنبغي نتقدى بزاف الحاجات كنبغي نتقدى حتى لي كادو مي هاد المره فاش مرت ما تخديش تقديت لاخر لحظه لدرجه رجعت معايا الفلوس ديالي يعني ما يعني انا هادي ديما هادي الفكره ديالي كنمشي كنشري لي كادو هادي كي ما قدرتش تخيلوا شحال مره كنخرج كنبغي امتى نرجع للوطيل دازت عليا ديال بصح لدرجه غادي تلاحظوها ما بارطاجيت معكم بزاف ديال لي فلوغ حتى لقانا والخاطر داكشي ما كانوش عندي المهم دابا داكشي اللي غادي نبارطاجي معكم غير داكشي اللي قدرت عليه الحمد لله كلشي داز هو هذاك في المطار اجراءات كانوا هما هادوك صافي اصلا كانوا عندي الكيلوات تقريبا داكشي حدو قدو كانت عندي 40 كيلو و10 ديال الطياره وعارفين نتوما الحوايج ديال البرد كيكونوا ثقال دونك خليكم معايا في الفلوق ديال اليوم غنبارطاجي معكم داكشي اللي شريت اكثريه شريت ليا غير انا كيف ما كتعرفوا خاصني بزاف الحاجات ان شاء الله باش غدا نعمر ان شاء الله الدريفينغ اللي انا كنوجد فيه ان شاء الله قريب وغدا نبارطاجي معكم الجديد اللي عندي في الدار ديالي ان شاء الله دونك خليكم معايا دابا غدا نبارطاجي معكم شنو خديت دونك فوالا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا كاين المشتريات ديالي من غير حوايج جايباهم ديجا درتهم في الصابون يعني هذوك صافي ما غاديش يبانوا لكم هادشي هو اللي كاين زعما ما مصبر ما حتى شي حاجه المهم في الفلوغ اللي فات كنت بارطاجيت معكم هاد السوفيت ديال طومان جيري زوينه بزاف الناس عجبتهم واعره اهم حاجه انها سخونه لدرجه تجي اللي جيت بها في المطار عجبتني حيت سخونه بزاف ومحتاجيت زعما نلبس معاها بزاف ديال الحوايج المهم هكا لا كولور ديالها واعره لدرجة كتبها نزيدها عاوتاني وحدة أخرى في الفيغ هادي اللي بقات في الفيغ فإذا تاهي خدات بحالها ولكن في الأورونج دابا بحال هادي باقا عاقلة وقيلا غير 100 درهم هاد السيرفيت المهم لي عقلت على الثمن ديالو راه غدا نقولو ليكم لي معقلتش على الثمن ديالو راه غنقول ليكم تقريبا كيفما كتعرفو دابا مثلا 300 ليرة هي 100 درهم دونك كتقسم الليرة على 3 المرات كتعطيك الثمن بالدرهم دونك هادي السوفيت الاولى الفيغ ديالها واعر خديت هاد لوو زوين شوفوا هادشي كله في اللبس كيبان احسن من هاكا كاين هاد لوو زوين واللي كيعجبهم هاد الستيل بري بزاف البنات كياخدوه لا ما عقلتش حطيت حدايا فاليز هنايا وكنطوي فيها هاد كود علي جابتها لي كادو ايمان شكرا ايمان بغي نقول لك شكرا جبتها لي من فرنسا
نخليها هادي هكا حتى نديها الدريسين ديكم. غنبارطاجي معكم الحويجات ديالي. كنت خديت هاد الجين بوي فريند هو زوين. هاد لوو في الكامل هو زوين. كنت لبستو وما عرفت واش درت به لي ستوري ولا لا. من الناس اللي كانوا معايا عجبهم قالوا لي زوين. هاد الكاشكولات كنت خديتهم من دي فاكتو زوينين ندير لهم بروموسيون. الا خديتي مثلا واحد بالثمن ديالو الثاني كيخليو ليك واقيلا ب ما عقلتش واقيلا 50 ليرة. الثاني كيبقى ب 5 ليرة الا بقيت عاقله. المهم كيف ما كنقول لكم اي ثمن قلتو لكم في بالليره كتقسموا على 3. الفلوغ اللي كنت بارطاجيت معكم قبل من هذا كنت قلت لكم غادي ناخذ هذا واعر. شوف كي ضرب تركي عجبني. ويني ويني حبيبي ما مش نسميه سميه شي حاجه زوينه. جود 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 واعر كنحماق انا على المونيكا. هذا غندي معايا لدار زهره جوج. هادي اخر نهار كنت خرجت كنت خد داكشي اللي بقى ليا. كانت شتا وشريتها زوينه داك العام كنت خديتها وهاد العام واعره صحيحه. هادي غادي غير ب 50 درهم ولكن زوينه. خديت هادي لمن زهره جوج حبيبه. عجبتني هاد الشابون بنت ماما. دابا بنت اختي ماما اللي مربيها كتقول لي بنت هادي جوج هاك. هذاك لوو اللي وريتكم فيه لي زستراس خديت له هاد ليغينز تو فيه لي زستراس في الجناب زوين. وخديت هاد ليغينز زوين كيجي تاي اوت وفيه هاد لي بوطون من هنايا هو زوين. وخديت هاد لوو قولوا عرفتو شحال هذا تقريبا نقولو 100 درهم زوين. هادشي شوفو باش تعرفوني بلي كنت مريضة راه شارية الحوايج وما تصورتش ما درت فيديوهات ما والو. ما عرفتش علاش باش من بزاف دابا مساكن لي مرضو بهاد المرض هما لي غاديين يحسو بيا. تخيلو كتفيقو من ورا المرض ولكن كتبقاي تحسي براسك العذاب وواحد كتحسي بشي حاجه تخرج لك من الصدر كتحس بشي حاجه تخرج منه هذا السعله ما كتبغيش تحيد. وانا دابا هاد الايام حتى كتب قولوا لي واش نتوما وقع لكم هكا من بين الاعراض اللي دارت لكم كورونا ان الكتف ديالكم ضركم. انا كتفي راه ما كنعش بيه دابا واقفه بالدواء. المهم شكيت عليكم بزاف الله يجعلها مغفره الذنوب. المهم كيف ما وريتكم لو اللي قبل هذا بحالو في لو روج كيف ما قلت لكم مع 100 درهم 100 درهم وهادشي غير ما كانش عندي الكرام. تخيلي شويه كنولي مزيان شويه كنقول كتولي تبان ليا غير بلاصه الناس وصافي جيت ناقصه صافي بقاو يقولوا لي غلاضيتي غلاضيتي عندك الحناك عادي انا صافي ضعافي الدفع شفتكم. خديت حتى هاد ليغينز ديال سكاي زوين هادو في اللبسه اي حاجه في اللبسه ديالها كتبان زوين. البارح فاش جايه في المطار هنا في المغرب دوزت الشنطات ديالي هما يقولوا لي هادو الديوانه قالوا واش حوايج قلت لها حوايج دابا قيل كيطلع لهم السكانر لي تيك خديت هاد لونسومبل هذا خديته وانا في قمة المرض ديالي كندير كنطلع هادو كنلبس والله. المهم عرفتو زوينة في اللبسة. شوفو السروال ديالها كيفاش داير واعرة. المهم كيعجبك انت اليوم المهم هذا وهذا اللوء ديالو الاو ديالو زوين. المهم انا اي حاجه ان شاء الله ضروري ما غادي نصور ما تحتش الفرصه انني نصور في تركيا. ان شاء الله
مازال عندي بزاف ديال الخرجات ان شاء الله، غادي نتصور بهاد الحوايج ان شاء الله. ودابا غادي ندوزو لي بيجاما، المهم هادي كنت لبستها وكيف ما قلت لكم راه كاينين حوايج بزاف درتهم في الصابون، ما تما ما كنتش صبنت. المهم كاينه هاد البيجاما الاولى، هادي لبستها، هادي غير حيت مصبنه سروال هكا الموف بارد. كاينه هادي حتى هي بلا ما بلا ما نهلها، حتى هي بالبونطالون ديالها زوينين ديال ديالنا. هادي موف بارد حتى هي، كاينه هاد الجون حتى هي فيها الدبدوب تي بسروال ديالها. وكاينه هادي باربي زوينه تا هي بسروال ديالها. وكاينه هادي تويتي، تويتي واعر صغير تي صفر. المهم هما هادو باقا ما لبستهمش، كلشي غادي نخليها هكا. فوالا بانوا لي هاد الفوطات عجبوني، شوفوا كيفاش دايرينهم في هاد البوكس واعرين. انا غادي نحلهم معاكم. شوف كاينه هادي في الغوز، كيديروا هكا ديكور في الحمام كيجيو زوينين. انا بديت شويه شويه كناخذ داري. شوف هادي في الغوره واعره، شتو شحال هادي؟ ما كاملينش 100 درهم الوحده البوكس، شوفوا كاملاش 100 درهم، شوفوا 200 قسموا على 3 كاملاش. هاي الغاز وهادي بلوكاس واعره الله. شوفي هادي ماما، هادي ديالك ماما، هادي ولا الغاز اللي حبيتي اللي بغيتي على القاعد خذي بجوج. كما قلت لكم كيجيو زوينين ديرهم في الحمام. دونك هادو الطاقيات اللي خديت، كاينه هادي في النوار، كاينه هادي في هاد الكري والبوردو، هادي في الموف راه ديجا بنت بيها، وهادي تحيايا هدا غوز فوشيا ماشي غوز واعر. وهادي من نهضرتها هي تجيني كورونا والله نهار نهار لبستها جاتني كورونا من تما وانا مريضه. الحمد لله الحمد لله. كاين هذا في الموف تا هو راه كنت ديجا بنت به، واكثر ما بنتش في الحوايج اللي شريت. كاين هذا واقيلا خاصو يتصبن، ممكن هذا فيه لي جوست خاص تا هو زوين. كاين هاد الجين حتى هو، كاين هاد لونسومبل تا هو عجبني في البيض. كيفما قلت لكم راه اي حاجه تبغى تصور بها غادي تبان لكم هكا. في لي جوست خاص من هنا ومن هنا، هذا البنطالون ديالو كتجي في هاد الغابيل بلي جوست خاص. وهاد الهوديز تا هما عجبوني زوينين في النوار، فيهم هاد الموتيف قبيل هاد الأول. كاين حتى هذا، هاد هما واقيلا 100 درهم، 100 درهم مكاملاش، مكاملاش 100 درهم. هادو لي ديباردور، كاين هذا، كاين هذا، كاين هذا، كاين هذا، وكاين هذا، وعاد لي ديجا لبستهم. كاين هاد السلوفات في البلو بلو نوي هذا، البنطالون ديالها زوين هذايا. كاين هاد لو او تا هو كنت ديجا لبستو مع هاديك البيريا، جا زوين. داكشي علاش قلت لكم لا كولور ديالها ماشي غوج، غوج فوشيا. وهاد ليغينز عجبني، عجبتني هذا، عجبني
جوسي ديالو زوين. شي كلش قريبا نقدر نوصل. كاينه هادي سورفات ديال كريستيان ديور زوينه بالغوز البيض 3 بياس. كاين هذا هذا لو وهذا كاين هاد لو او حتى هو زوين الغوج ديالو واعر ماما دم غزال ياك دم غزال ودم حمام والله ياك كيقول لي دم غزال ودم حمام قالت لكم ماما كيقولوا لي دم الغزال والحمام شي خاطر عجبني هاد لو او واعر هذا فكرني بالافلام التركيه واعر شوفوا شحال من حاجه ما خديتهاش وندمت عليها والله اول حاجه ما كانش عندي الكانو ثاني حاجه عاوتاني كنفكر في الباكاج كنقول حوايج ديال البرتقال عاوتاني و ورا كيف ما قلت لكم راه فلوس رجعتهم وكاين تيتي الخارج بزاف ما نشوفو زوين كيجيو في البيصه واعره شوفو خطيرين وكاين هذا هذا الموديل تاع واعر صراحه اللي باغي يتكسر تما كاين كاين لو شوا عندك ما تاخذ عندك ما تشري حتى زعما الا كنتو كتستحملوا تسيرو هو صراحه الجو زوين انا عجبني غير هو مرض كل ما مرض غتمشي ليه 10 ايام غتمشي كنا باغيين نجلسوا غير 10 ايام ملي مرضنا ما زدنا 10 ايام وحده اخرى غير باش يلا يلا ويلا يلا خاص تكون عندكم كانه ما تكونوش مراض ويعجبكم الحال صراحه ما كتعجبني تركيا بزاف ممكن هذا الموديل غوز جو زوين ضريبي وهذا لو ديالو شحال من حاجه خديته وندمت ما خديتش منها جوج ولا لون واحد اخر دو فلوس عارفي كيجيو خطيرين وهاد البيجاما فيكتوريا سيكريت زوينة المهم صيف هي هادي ماشي ديال دابا السروال وهي دومي مونج فاش يلا مشينا كان البرد وداكشي خديت هاد ليكون خديتهم في السكاي زوينين سخان كان هاد البولو في الغوج واعر تا هو لاكولوغ ديالو عجباتني كاين هذا بحالو تقريبا في هاد الفيغ كاين هذا تا هو لي كولور ديال هاد البيريود وكاين هذا واعر هذا خديت هاد الصاك على قبل التليفون خفيف ما درنيكش فيه وليت باغا شي حاجه خفيفه وهذا كادو لواحد البيبي جبته معايا زوين ديال طومي فيها سبعة ديال لي بياس زوين وهذا حمقاتني لا كولور ديالو واعر كيجي هكا ديال لاتشي واعر واعر ما حمقني شوف في البيصه راه كيبان داكشي خطير انا حمقني واعر 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 البيصه عرفتو لا كولور هذاك الزيتي الزوين حمقني بان الناس الذواق اللي غيعرفوا هذا الموديل وهادو صراحة جبتهم ماما كيعجبوها جبت ليها هاد ربعة ديال لي كولور قلت لها ماما تعرفيني ما نعرفك جبت لها هاد لي كولور زوينين حيت كنت ديجا جبت لها منهم وعجبوها المهم جبت لها نواغ ماما كتموت على النواغ كيحبقها أو إلا قدك وهذا البلو بلو تشي المهم واعر على كولور ديالو اصلا لي كولور لي بانو زوينين وين جبتهم وهاد البلو سيال واعر شوفو واعر وهذا قولي اش من كولور عجباتكم حتى ما كانتش عندي لقانا يا ماما شوف
وهادو النضيدرات اللي كنت دايره عجبوكم ثم هادو نهار درتهم مرض درتهم مع ديك البيريه زويلي خويا كنت صيفط له فوتو ديالي دايرهم هما البيريه ويقول لي حطي النضادر ديال جانا على بنت اختي الصغيره جوجو ديريهم كيضحك علي هادي اش لا الاخرى الباز خليهم بنتي خليهم تخي ناري عرفتي لا عرفتهم دادرو قدام هي النضادر كتقول لهم دادو دادو كاع النضادر ما كيمشيو فيها ومن بعد نخبيهم على جانا علاش تخبيهم على خلي بنتي تهزيهم تصوم جوج وهادي كنت شريتها زوينة عجباتني تي بقى ما درتهاش بلاد غوادلوب هادي شريتها مع واحد المرا كبيرة تركية في السوق في فندق زادة زوين جاك شريتها من عندها وما عرفت شحال قالت لي وقيلا 300 ليرة كنقولها لو توان جانوم كتقول لي يوك جانوم يوك وبقيت معاها وبقيت معاها خلاتها لي ب 250 وفاش زعما خلصت داكشي تعطيني هاد ليغون قالت لي خديهم قالت لي زعما راه عجبتيني غير مع النقا ظريفه واحد المره كبيره واعره بقى فيا الحال علاش زعما تشاويت معها المهم عطاتني هادو قلت الحمد لله بعدا كاينين اتراك لي ظريفين ماشي كلشي خايب صراحه هادي حتى هي كنت دايرها في الفلوغ لي هي زوينة تما راه كيف ما قلت لكم اللي بغى يمشي ضروري مونطو سخون طاقية شال وجوج سرا والله يخليكم باش يلا عرفتي راه عندهم المود ديال البرد ولكن الجو ديالهم زوين بحال البرد ديال لهنايا وش هنايا الجو عندنا زوين غير البرد ديال هنايا انا كيزرقني كنولي زرق تما لا كتبقاي زويونة خديت هادي ديال جانا وهادي باربي هلاكا بقاو فيا وليدات صغار كيبقاو يسولو عليا تاتي نانا قلت بانو ليا هادو جبتهم ليهم كاينه هادي ديال جانا كاينه هادي ديال غالي ومادو ديال الدار هادي ديال غالي يميني اخر مره راه كنت شريت ليهم حوايج بزاف كنت برعت هاد المره والله جاتني مع المرض ما تلقانا ما كانش عندي دابا عاد وليت شويه حيت اخر مره فاش كنت في تركيا كنت جبت لهم حوايج بزاف لدرجه باقي لدابا كيلبسوا فيهم وصافي ان شاء الله راه ماشي اخر مره غنكون في تركيا راه كنبقى ديما غاده جايه ان شاء الله انا عجباتني والله زوين زعما بالنسبه للناس اللي بالنسبة للناس اللي باغيين يمشيو ليها غير سيرو ما تندموش والله وخديت هاد لي شوسيت عجبوني كاين هاد تويتي هادا هما ما نعرفش وحدي ما عرفتش سميتو ميكي ماوس تا هادا تويتي هادا سبونج بوب باربي زوينين هادو راه طوال بلاتي دير مقاس تاعكم مو مرات طوال كيجيو وهذا ما عرفتش شنو سميتو باربي شي هادشي ديال الزواق هادشي كاين وخديت هاد الصاك لوي فيتون كان عندي بحالو ضرب ليا واحد 5 سنين ولا شنو صافي ما بقاش زوين وهذا زوين كاليتي زوينه هاي كوبي هذا ديالو هذا ديال لي كارت المهم بالجلد هادي الهاي كوبي هذا خديتو زعما اللي ماشي رخيص المهم حلو كما قلت لكم اخر مره كنت بارطاجيت معكم في الفيديو مشيت للفلوغما وخديت الميك اب كان عجبني هذا الكحل بزاف واعر غير هذيك فلوغما اللي كنت فيها كانت في داك كانت في المول ديال 212 وهو اللي فيه هذا الكحول كحول واعر انا راحت هاد الايام كنت كندير الكحول واعر وندمت اللي خديت غير واحد مشيت لفلوغ مارك وحدين اخرين اللي في شارع استقلال وبزاف البلايص وما لقيتوش عندهم
كحول واعر. ندمت حيت ما خديتش بزاف كي كحل غزال. الناس اللي كيعجبهم الكحول واعر هذا ديال فلوماغ. هذا كنخديته من كيكو زوين هو خاطر. لا كولور ديالو زوينه نيود زوين. خديت هذا بوستر هذا اللي كيقول لك كينفخ وما كينفخ ما والو مي زوين. اش كديري كتحس بال بحال فمك كيحرق. وهادو ديال الحواجب هذا اللي كانت دارت معايا داك النهار دارتو ليا دارت لي به البرونزر من فلوماغ حتى هو ما درتوش. وخديت هذا حتى هو من فلوماغ زوينه لا كولور ديالو حتى هو. شحال من حاجه كنوريكم باقا ما استعملتهاش. شفتوا لا كولور ديالو. وهذا اللي قالت لي سيسي كريم اللي كيدار قبل من الفون دو طان. مشكله خديت كلشي وما خديتش الفون دو طان حيت قلت لها ما كنديروش. دابا داك النهار فاش درت الميك اب قالوا لي جاك زوين. ندم شحال من حاجه كندم انني ما خديتش. هاد العكر واعر حتى هو لا كولور ديالو فن فلوماغ. هذا البلاش اللي كانت دارت لي هذاك النهار نيت. وهذا الهايلايتر هذا الهايلايتر. وهذا اللي بلاينر تا هو خديته راح خديت جوج. وهذا الايلاينر تا هو خديته من فلوماغ. وهذا ديال الحجبان زوين بالبانسو ديالو كتبقى زعما تراسي به. وهادي ماسكارا حتى هي من فلوماغ ووتر بروف صغيورين. المهم شحال من حاجه فاش حال ليتر بديتها كنفرق هادشي اللي بقى حدايا. المهم هادو اللي اللي فيهم العيار فيهم اسطنبول هادشي اللي بقى حدايا. كاين هاد لي بورت كلي هاد العوينه هادي هادي فيها اسطنبول. هاد القريعه زوينه فيها عوينات. وهاد العوينه وهادي تا هي في الغاز. هاد لي بيوتي بلاندر. وهاد المرايات بورت كلي كيجيو زوينين. كاين هادي غوز والكري. ممكن شي واحد يرا كيف ما قلت لكم حيت حيدت من حدايا. اوبا هاد لوقو كيجي بحال هكا زوين. القطن ديالو هذا اللور مريتو مع هاد السروال في الدوغي تا هو زوينه كتجي لبسه واعره. ضروري 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 ما نجيب حافظ مصطفى الباروك وصافي زوينه. هذه البقلاوه تكون فيها ديجا خليتها واعره كتجي هذه عامره. وانتم ديك الساعه كتاخذوا كل واحد كياخذ القياس اللي باغي. ضروري ما نجيب لي بونبون. وليدات صغار كيقولوا لي طاتي سوكي الا جبت لنا لي بونبون ممكن شي ديال هاريبو اندوني هادشي شوكولا. هاد الزريعه كنحلق على واعر واعر واعر. شوفي الا كان بادي الماتش ضربت واحد الباكيه. ماما كتقول لي حيديها من حدايا حتى دونك فوالا. دابا غادي تشوفوا هاد البيجامه. البيجامه هي خديتها من تركيا. هادي دايره 100 درهم زوينه عرفتوا راه الداخل ديالها راه سخون غزال عجبتني. وندمت لي ما خديتش منها بزاف. وكيف ما قلت لكم راه الكانه اللي ما كانتش لدرجه فلوس رجعت. يعني هادشي راه خديت غير داكشي اللي قديت عليه راه في الاخر الايام الاخرى عاد بديت كنمشي وكنتقطع صافي. فوالا كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. قولوا لي شنو الحاجه اللي عجباتكم. نصحوني عاوتاني هاد المره شنو ناخذ منين نمشي نتقطع. المهم انا كنحاول نمشي غير البلايص اللي كنعرف
هاد المرة فاش مشيت لتركيا كنت محلفة على بلايص خرين باغا نمشي ليهم بما كتبت ان شاء الله كيما قلت لكم راه ماشي اخر مرة. مازال باقيين مرات اخرين ينصحوني البلايص اللي فيهم اثمنة زوينين فيهم حوايج زوينين باش المرة اخرى ان شاء الله الى مشيت انا نستافد وفي نفس الوقت نبارطاجي مع الناس اللي ما عارفينش. كنحماق عليكم ما تنساش تدخلي عندي الانستغرام تما كنبارطاجي معكم اليوميات ديالي. كنحماق عليكم، الله يخليكم عليا، باي باي.